أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة من تلفزيون لبنان. وفي أبرز العناوين: نتنياهو يوافق على إرسال وفد للتفاوض على مقترحات حماس بخصوص اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة. الجنوب يشهد أحد أعنف ردود المقاومة غدا اغتيال أحد قادتها. البيت الأبيض، واشنطن وباريس تشتركان في هدف حل الصراع الحالي عبر الخط الأزرق. قمة شنغهاي نحو عالم متعدد الأقطاب يكون بديلا للهيمنة الأمريكية على شؤون العالم. إذا نتنياهو يوافق على إرسال مفاوضين لإجراء مباحثات مفصلة بعد رد حماس على مقترحات اتفاق التهدئة. على قيد الأمل يقف أهالي غزة بانتظار الدخان الأبيض من عدمه من اجتماع كابينة اليوم لدراسة رد حماس على صفقة إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقديم ردة الأبيب بالتالي على طرح الحركة للوسطاء. أجواء تفاؤلية سادت اليوم مع تصريحات إسرائيلية توحي بقرب الاتفاق. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوافق على إرسال مفاوضين إسرائيليين لإجراء مباحثات مفصلة بعد رد حماس على مقترحات اتفاق التهدئة. الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي جادي أيزنكوت يقول: نحن في نقطة تعتبر الأقرب إلى صفقة تبادل منذ 9 أشهر. أما وزير حرب العدو يوف جالنت لعائلات الأسرى: تل أبيب أقرب من أي وقت مضى لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس. لكن هل سيوافق نتنياهو على الصفقة وهو الواقع بين سندان مصالحه الخاصة ومطرقة اليمين المتطرف وسط خوف في الداخل الإسرائيلي من تضحيته بالأسرى من أجل كسب بعض الوقت إلى ما بعد خطابه بالكونغرس؟ على كل، رغم البوادر الإيجابية لإمكانيات التوصل إلى اتفاق، تبقى العبرة في الخواتيم، لا سيما مع تاريخ نتنياهو الذي سبق وعرقل كل الصفقات السابقة. وفي الغضون، الغزاويون الذين يتعرضون للإبادة منذ 272 يوما على مرأى من العالم أجمع يواجهون غياب الخدمات الصحية مع دق ناقوس الخطر لخروج مشمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، وهو الوحيد المتبقي الذي يقدم الخدمة الطبية في محافظتي خان يونس ورفح عن الخدمة، على وقع معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال تدور روحها في شجاعية. إذن يوم عنيف جنوبا ورد انتقامي للمقاومة على عملية اغتيال أحد قادتها وإصابة مصور صحفي في كفر شوبة. يوم جديد من الاشتباكات العنيفة بين حزب الله وجيش العدو الإسرائيلي على الجبهة الجنوبية. وفي آخر المستجدات الميدانية، تعرضت أطراف بلدة النقورة في القطاع الغربي لقصف مدفعي إسرائيلي في وقت خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت، عرمون، شامون، الشوف، إقليم الخروب، جزين على علو منخفض. وأطلقت المقاومة 200 صاروخ و20 مسيرة من جنوب لبنان تجاه إسرائيل في إطار الرد على اغتيال محمد نعمي ناصر الذي نفذته إسرائيل في منطقة الحوش في مدينة صور. وأطلقت هذه الصواريخ على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة إيلايت، ومقر قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة كتيبة المدرعات التابع للواء السابع في ثكنة جاملة، ومقر قيادة الفرقة 210 فرقة الجولان في قاعدة نفح، ومقر فوج المدفعية التابع للفرقة 210 في ثكنة ياردن. كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان ثقيل، وأصابوا إصابة مباشرة حيث اندلعت فيه النيران ودمروا أجزاء منه وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة، وموقع المرج بصاروخ بركان ثقيل وأصابوه إصابة مباشرة. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي باستهداف قاعدة عسكرية في الجولان بمسيرة، بالإضافة إلى تسجيل إصابات خطيرة بين الجنود بعد استهداف آلية عسكرية بقصف من لبنان. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على عيترون، عيت الشعب، راميا، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام. واستهدفت مسيرة إسرائيلية منزلا في حولة أسفرت عن سقوط قتيل، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة العديسة والنقورة. كذلك حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط. وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع لحزب الله في شحين وشبعة جنوب لبنان.
أعلن البيت الأبيض أن مفدى الرئيس الأمريكي أيمون سوكستين التقى بمسؤولين فرنسيين أمس وناقش الجهود الفرنسية والأمريكية لاستعادة الهدوء في الشرق الأوسط، وأضاف أن فرنسا والولايات المتحدة تشتركان في هدف حل الصراع الحالي عبر الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة بالوسائل الدبلوماسية، ما يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم مع ضمانات طويلة الأمد بالسلامة والأمن. التطورات في الجنوب حضرت في لقاءات الرئيس نبيه بري في عين التين. رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى في مقر الرئاسة الثانية في عين التين المناسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنين بلاسخارت، حيث تم عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كما بحث الرئيس بري في التطورات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وقطاع غزة، إضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين مع سفيرة قبرص لدى لبنان ماريا دوسيو. ومن زوار بري عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم الشيب في حضور رجل الأعمال الشيخ وليد عساف، وفي عين التين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، حيث تم عرض الأوضاع الأمنية في البلاد. في السراي رئيس الحكومة اجتمع بوفد من اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور شومبلاط. اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، كذلك اجتمع مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وتناول البحث التنسيق بين الحكومة ومؤسسات الأمم المتحدة على الصعيدين الخدماتي والإنساني. رئيس الحكومة اجتمع بوفد من نواب اللقاء الديمقراطي ضم رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط. بعد اللقاء تحدث باسم الوفد وائل أبو فعور مشددا على أن الأولوية برأينا كلقاء وكحزب هي لترميم هيكل الدولة الذي يبدأ عبر انتخاب رئيس جديد الجمهورية. الأولوية برأينا كلقاء وكحزب هي في ترميم هيكل الدولة، وترميم هيكل الدولة يبدأ عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وترميم أيضا الوحدة الوطنية بين اللبنانيين، ولهذين الأمرين معبر واحد وحيد هو الحوار بين اللبنانيين. لا مصلحة في شيطنة الحوار ولا في رجم الحوار، سيما وأن لدينا تجارب حوارية منتجة على امتداد التاريخ اللبناني أدت الكثير من الأغراض الوطنية، ولا مصلحة أيضا في اجتزاء الحوار أو في انتقاص النصاب الوطني الذي يجب أن يكون نصابا مكتملا في أي حوار، وهذا ما سمعناه على كل حال من دولة الرئيس نبيه بري عندما التقيناه الأسبوع الذي سبق. لا مصلحة أيضا في الجلوس قاعدين وفي انتظار هطول الحلول علينا من الخارج، بل يجب أن يكون هناك ديناميات محلية ومبادرات محلية، وقد قمنا نحن بمسعى وليس بمبادرة، تمكننا من الوصول إلى بعض الخلاصات، لا نزال نجري نقاشات حول هذه الخلاصات. رئيس الحكومة التقى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب أكرم الشهيب وعرض مجمل الأوضاع، إضافة إلى شؤون إنمائية تخص منطقة علي. كما عقد اجتماعا ضم وزير الاتصالات جوني كروم والمدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدي ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، وأجرى البحث في أوضاع قطاع الاتصالات. الرئيس ميقاتي التقى النائبين وليد البعريني وأحمد رستم وجرى عرض لكافة المستجدات السياسية. من زوار السراي رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية وعرض لموضوع معاشات العسكريين المتقاعدين والغبن اللاحق بهم، ووفد من الأساتذة الجامعيين قدم مشروعا يتضمن اقتراحات عدة ودراسة تتعلق بكيفية تحسين الريادة في الأعمال وخلق أجواء مناسبة لهذا الموضوع في لبنان. أشار مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري إلى أن أزمة بخامة النصوح السوري من الصعوبة بمكان أن يعالجها الأمن العام لوحده، وتحتاج إلى قرار سياسي موحد وإلى مجتمع لبناني متضامن يقف خلف الأمن العام. ولاحظ البيسري في حديث لمجلة الأمن العام أن أي معالجة لأزمة النصوح السوري من دون داتا هراء وهرطقة، ومفوضية النازحين حصرت الداتا في يدها وأصرت على عدم تسليمها على الرغم من الطلبات الرسمية المتكررة بتسليمها، ليتبين وجود ضغط دولي لعدم تسليمنا الداتا مقرون بتهديدات مبطنة بوقف المساعدات. وكرر البيسري الإصرار على تسلم كامل الداتا دون قيد أو شرط
انطلاقا من حقنا السيادي بمعرفة المقيمين على أراضينا، مشيرا إلى أن نسبة النازحين في لبنان أصبحت 40% من عدد المواطنين، وهذا يؤثر على كل المجتمع اللبناني. وأكد البيسري أن التواصل السياسي مع سوريا مهم ومبني على خطة، إنما هناك حاجة إلى غطاء سياسي كوننا ننفذ قرارات مجلس الوزراء والقوانين المرعية الإجراء، معتبرا أن إنهاء خلو سدة الرئاسة مفتاح الحلول، ومن بعده لابد من قرار سياسي جامع لإنقاذ لبنان. لجنة الدفاع تقرر متابعة ملف مرشح المدرسة الحربية، وذلك حرصا على المؤسسة العسكرية. استمعت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات إلى وجهة نظر قائد الجيش العماد جوزيف عون بشأن مرشحي المدرسة الحربية، وقررت متابعة الملف حرصا على المؤسسة العسكرية. وفي التفاصيل، أن اللجنة التي عقدت جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور النواب الأعضاء وقائد الجيش، استمعت إلى وجهة الأخير فيما يخص مرشحي تلامذة المدرسة الحربية. قررنا في اللجنة متابعة الملف حرصا على المؤسسة العسكرية الأم، سيما في هذه الظروف الحرجة من حرب محدودة حتى الآن، ولما لهذه المؤسسة من دور وطني على كافة المستويات. وفي المجلس النيابي، عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب سجي عطية وحضور الأعضاء النواب، وبحثت في موضوع قانون البناء. وقد أعلن النائب عطية بعد الجلسة أن البحث كان مستفيضا حول قانون البناء من قبل نقابتي المهندسين والتنظيم المدني في لجنة الأشغال مع بعض الخبراء ونقابتي المحامين لإيجاد صيغة حول موضوع قانون البناء، معلنا التوصل إلى صيغة تشكيل لجنة للبحث في موضوع قانون الشيوع وتعديلها، إضافة إلى إعادة دراسة قانون البناء بكل مشاكله وانسجاما مع الحداثة والبيئة ومع الملكية والتنظيم المدني. وصلنا إلى ما يلي: أول شيء تشكيل لجنة للبحث بموضوع قانون الشيوع وتعديله وفق الواقع الحالي، أضف إلى إعادة تقييم ودراسة قانون البناء بكل مشاكله وانسجاما مع الحداثة وانسجاما مع البيئة ومع الملكية ومع نظام وتنظيم المدن الجديد. إلى مزيد من الأخبار بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. من دار الفتوى، وزير الصحة يؤكد استعداد الوزارة لتطبيق خطة طوارئ صحية في حال وقوع حرب. الشؤون الصحية ووضع المستشفيات في لبنان والتغطية الاستشفائية، محور لقاء مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف داريان مع وزير الصحة في رأس الأبيض في دار الفتوى، الذي تحدث عن وجود خطة طوارئ صحية في حال حدوث حرب. سمحت عم يطمن على موضوع الاستعدادات اللي عم بتقوم فيها الوزارة، لا موضوع لا سمح الله إذا يعني صار حرب أو صار في توسع بالعدوان الإسرائيلي اللي عم بيصير على الجنوب. نحن بهيدا الموضوع كان الجواب أنه طبعاً وزارة الصحة عملت كتير من يعني الإجراءات الاستعدادية، ولكن طبعاً الكلام للجميع هو أنه نحن بهمنا أن يصير في وقف إطلاق نار، أول شيء رحمة بأهلنا بغزة، وثانياً يعني كمان رحمة ورأفة بالأبرياء، الأطفال، النساء اللي حقيقة اللي عم يتعرضوا يعني لأبشع أنواع يعني حقيقة العدوان من إسرائيل. ولذلك بنرجع بنقول وبنكرر رسالة يعني الحكومة بهذا الموضوع، نحن ما بدنا الحرب، هيدا القرار هو قرار لبنان، ولكن على المجتمع الدولي أنه يقوم بجهوده لضبط الجانب المعتدي على الجميع وهو الجانب الإسرائيلي. المفتي داريان عرض التطورات مع النائب ياسين ياسين. حمل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان التي التقاها في مكتبه في المجلس اليوم رسالة إلى الأمم المتحدة لإيجاد حل سريع وجدي في قضية النازحين السوريين، حيث لا يجب بعد اليوم إطلاق صفة النازحين عليهم، بل أصبح من الأفضل إطلاق صفة مهاجرين غير شرعيين. وعن الوضع في الجنوب اللبناني، شرحت المنسقة الخاصة أنها زارت
الجنوب، وستكون لها زيارة إلى فلسطين المحتلة قريبا للاطلاع على الأوضاع من الجهة الثانية. بدوره شرح أبو صعب للمنسقة الخاصة أن الحرب لن تكون من مصلحة أي طرف، وقال من الأفضل أن نتحاشى هذه الحرب وأن نذهب مباشرة إلى الحل الدبلوماسي، وأن ما يطرحه الوسيط الأمريكي أيموس أوكستين سيكون مفتاحا لهذا الحل عندما يقرر الإسرائيلي إنهاء الحرب الدموية التي يشنها على غزة. تأكيد من وزير الإعلام زياد المكاري على أهمية دور الطائفة الأرمنية في لبنان. برعاية وحضور وزير الإعلام زياد المكاري، نظم مركز سفارنوتس التربوي والتأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة التابع لجمعية العاملين الاجتماعيين للطائفة الأرمنية اللبنانية حفل نهاية العام الدراسي بحضور النائب هاكوب بكرادونيان وحشد من الشخصيات السياسية والدينية والتربوية. الوزير المكاري أعلن استعداد وزارة الإعلام لمساعدة ومساندة الجمعيات التي تعنى بذوي الهمم، ولفت في هذا الصدد إلى اعتماد تلفزيون لبنان لغة الإشارة في نشرة الأخبار، ما يمكن آلاف الصم في لبنان من متابعة أخبار بلدهم. كوزير إعلام هون وأكيد كمسؤول عن مؤسسات رسمية للإعلام بلبنان، نحن منحاول دائما مش بس بالقناعة إنما بالممارسة كمان إنه نحول مؤسساتنا لمؤسسات أكثر إنسانية. إحنا بكل فخر واعتزاز نقول إنه تلفزيون لبنان هو التلفزيون الوحيد بلبنان يلي بدأ بإنه نشرة الأخبار تنحضر مع لغة الإشارة. هيدا موضوع نحن خططنا له وأمنا له تمويل من جمعية المقاصد. الوزير المكاري أشاد بطلاب مركز سفارنوتس معلنا عن تعاون قريب مع المركز، وشدد على دور وأهمية الطائفة الأرمنية في لبنان. حقيقة أنا وقت شفت هالأطفال عم يرقصوا وعم يغنوا وهني أحسن بكتير من كتير 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 مسؤولين عنا، حقيقة عطيوني أمل وفكرت من كلمة سفارنوتس العلاقة بالملائكة، إنه السياسيين عنا كل نهار هني عم بيتجادلوا على جنس الملائكة، وكل الملائكة لحني هون اليوم شفناهم بعد السياسيين أكيد بعد السياسيين أكيد. فأنا حقيقة أنا هيدي الرعاية هي حقيقة تكريم لإلي، وعطتني أمل كتير إنه نحن في كتير شغل فينا نشتغله سوا. وبحب كمان أكد وكون فخور إنه بلبنان في هيدي الطائفة الأرمنية يلي أيام في بعض الناس يلي بيشككوا بوطنيتها، أبدا الطائفة الأرمنية هي قبل لبنان الكبير وهي جزء لا يتجزأ من لبنان. وفي الختام تسلم الوزير المكاري درعا تقديريا لجهوده. المجلس التنفيذي لنقابة موظفي أوجيرو في مؤتمر صحفي أثار مسألة مطالب موظفي القطاع، وتساءل عن سبب تعمد الدولة حرمانهم الحد الأدنى المطلوب للاستمرار في أداء عملهم. نحن اليوم أمام مفصل أساسي، فإما السكوت والرضوخ لما يحوكه المتآمرون ضد القطاع، وإما أن نقف ونواجه ونتحدى للحفاظ على المؤسسة وعلى العاملين فيها بجميع مسمياتهم. نحن نطالب جميع المعنيين بأن يجيبوا مباشرة ومن دون مراوغة على السؤال: هل أضحى قطاع الاتصالات وخاصة هيئة أوجيرو فقط لتأمين مصادر الأموال للشركات الخاصة على حساب الدولة؟ من المستفيد من تقييد هيئة أوجيرو وحرمانها من هامش الحركة التي كان لديها لتنفيذ وتأمين خدمات الاتصالات العامة؟ الوقفة الشهرية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضررين في جار مرفأ بيروت كانت اليوم أمام بوابة شهداء المرفح حيث قال المعتصمون بعد شهر من اليوم سنكون على موعد مع الذكرى السنوية الرابعة لانفجار مرفأ بيروت، ونكون في نفس الوقت قد خطونا نحو السنة الرابعة ونحن ننتظر الحقيقة آملا بعدالة ومحاسبة أو محاسبة في ظل نظام طائفي عفن عطل القضاء، وفق تعبيره. نشهد منذ فترة ضغوطا تمارس على مدة عام التمييز الجديد جمال الحجار لإلغاء مفاعيل قرارات سلفه عويدات بحق البيطار
أملا بعودة الأخير لممارسة عمله من جديد خلافا للقانون، وهو أمر مرفوض رفضا قاطعا منا كأولياء دم. قمة منظمة شنغهاي أعربت عن قلقها بشأن الوضع في غزة، نظام عالمي متعدد الأقطاب آخذ في الظهور. أكدت منظمة شنغهاي للتعاون في بيانها الختامي عقب القمة التي عقدت في العاصمة الباكستانية أن القانون الدولي ينتهك في العالم والمواجهة الجيوسياسية تتزايد، وأوضحت أن نظاما عالميا أكثر عدلا ومتعدد الأقطاب آخذ في الظهور في العالم، وفرص تنمية الدول والتعاون الدولي المنصف والمتبادل المنفعة آخذة في التوسع، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء لا تشارك في اتخاذ أي قرارات تهدف إلى التدخل في الشؤون الداخلية وتتعارض مع القانون الدولي. وجاء في البيان الدول الأعضاء تعرب عن قلقها العميق إذا تدهور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأدانت بشدة الأعمال التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين والوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة. وأشار البيان إلى أن منظمة شنغهاي تتبنى مبادرة حول الوحدة العالمية من أجل السلام العادل والوئام والتنمية، والتي تحدد نية المنظمة في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والنظام الدوليين. ووفقا للإعلام فإن الدول الأعضاء تؤيد الحفاظ على الفضاء الخارجي خاليا من الأسلحة من أي نوع، وتلاحظ أهمية الالتزام الصارم بالنظام القانوني الحالي الذي ينص على الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في الصين عام 2025، كما ستتولى الصين رئاسة المنظمة في الفترة المقبلة. يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن خطر الغرق السياسي مع تعبير المزيد من الديمقراطيين عن شكوكهم في قدرته على هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أدائه الكارثي في المناظرة التي جمعتهما قبل أسبوع. ووصفت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية الساعة 48 المقبلة بالحاسمة في حياة بايدن السياسية، حيث من المقرر أن يجتمع بأفراد عائلته لإجراء مداولات بشأن حملته الانتخابية، بينما تشير تقارير صحفية إلى أن احتمال انسحابه من السباق لا يزال واردا. وكشفت استطلاعات رأي داخلية أجرتها حملة بايدن أن حظوظه في انتخابات الرئاسة تراجعت لصالح ترامب. بدء العد التنازلي لصدور نتائج الانتخابات البرلمانية البريطانية، وحزب العمال يتقدم. على وقع توقعات بهزيمة كاسحة لمعسكر المحافظين البريطاني، رغم حذر معسكر العمال من الأمال المرتفعة الزائفة، انطلقت اليوم الانتخابات البرلمانية البريطانية العامة وسط مؤشرات لا يمكن تجاهلها بعودة العمال إلى السلطة. الناخبون وعددهم حوالي 46 مليونا توجهوا إلى صناديق الاقتراع منذ 7 صباحا لاختيار ممثلين عنهم في مجلس العموم الجديد في انتخابات تشير استطلاعات الرأي فيها إلى تراجع شعبية حزب المحافظين الحاكم لصالح حزب العمال المعارض بعد 14 عاما قضاها المحافظون في السلطة. ومع بدء العد التنازلي لصدور النتائج، الأصداء تشير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني الحالي ريتشي سوناك لم يتمكن من إقناع الناخبين بأدائه مع تزايد الإخفاقات التي وقع فيها خلال فترة قيادته القصيرة لحزب المحافظين، مما أدى إلى تراجع شعبيته وتزايد الضغوط على الحكومة. في المقابل، أظهر حزب العمال بقيادة كير ستارمر تقدما ثابتا وكبيرا في استطلاعات الرأي لعدة أشهر، لكن زعماء حزب العمال حذروا من اعتبار نتيجة الانتخابات أمرا مسلما به خوفا من بقاء أنصارهم في المنازل. إيران جهتها تدخل مرحلة الصمت الانتخابي قبل يوم واحد من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. قبل يوم واحد من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الإيرانية، دخلت إيران مرحلة الصمت الانتخابي، حيث انتهت فترة الحملات والدعاية الانتخابيتين للمرشحين النهائيين مسعود بسجكيان وسعيد جليلي، وتجري الانتخابات الرئاسية بين النائب الإصلاحي مسعود بسجكيان والمفاوض السابق بالملف النووي المحافظ سعيد جليلي المعروف بمواقفه المتصلبة في مواجهة القوى الغربية. ويحق لأكثر من 60 مليون ناخب التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس الراحل السيد إبراهيم رئيسي،
وخلال الدورة الأولى من الانتخابات نال بازوشكيان 42.4% من الأصوات مقابل 38.6 لجليلي، وسط إقبال شعبي أقل من المتوقع وصل إلى 40%. وكان مرشد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي اعتبر أن هذه الانتخابات مهمة للغاية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى لم تكن مشاركة الشعب فيها كما هو متوقع، متمنيا أن تكون المشاركة في المرحلة الثانية أقوى. جامايكا تعيش بانتظار بيرل ومخاوف من كارثة. يواصل الإعصار بيرل طريقه المدمر متجها نحو جامايكا، الإعصار الذي اشتدت قوته محولة إياه إلى الفئة الخامسة لدى عبوره منطقة البحر الكاريبي، خلف دمارا هائلا في جميع أنحاء الجزر التي اجتاحها، والحصيلة الأولية لضحاياه حتى الساعة 9 أشخاص، ومن المتوقع يزيد هذا العدد مع عودة الاتصالات عبر الجزر الغارقة التي تضررت بسبب السيول والرياح العاصفة. جامايكا التي تنتظر برعب على توقيت الإعصار تداعيات وصوله إليها وسط موجة من التحذيرات من النتائج الكارثية التي قد يخلفها، ضربت العاصفة ساحلها الجنوبي أمس الأربعاء، ورئيس وزرائها أندرو هولنس أفاد أن ما يقرب من 500 جامايكي فروا إلى الملاجئ بحلول ظهر الأربعاء، وحث الناس في المناطق المعرضة للخطر على الفرار، وأضاف: لم نرى أسوأ ما يمكن أن يحدث حتى الآن. وكان الإعصار وصل إلى اليابسة برياح قصوى بلغت سرعتها 150 ميلا في الساعة، الأمر الذي جعل منه أقوى إعصار معروف يمر عبر جزر غرينادين وفقا للبيانات التي تعود إلى عام 1851، إشارة إلى أن الخسائر في الأرواح والأضرار التي أحدثها الإعصار تسلط الضوء على عواقب ارتفاع درجة حرارة المحيط الأطلسي التي يعدها العلماء مؤشرا على تغير المناخ، ومن المتوقع أن تضعف قوة الرياح إلى حد ما في اليومين المقبلين وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير، على الرغم من تحذيره من أن بيرل سيظل عند قوة إعصار كبير أو بالقرب منها في أثناء اجتياحه جزر كايمان. وحذر المركز في منشور: من المتوقع حدوث سيول وانهيارات طينية تهدد الحياة بسبب هطول الأمطار الغزيرة في معظم أنحاء جامايكا وجنوب هايتي. كان هذا كل شيء في النشرة المسائية ملك، وأنا نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.